أكيد سنة لما بنحكي عن الليزر وطريقة إزالة الشعر اللي يمكن أغلب النساء اليوم عم يعتمدوا هي الطريقة وصارت منتشرة بشكل كتير كبير، لكن بيبقى دائما في أسئلة معينة، هل نوع الجهاز ممكن يتدخل بالنتائج، لون البشرة، هل في أدوية معينة كمان سلمى ممكن تأثر على النتائج؟ كل هي الأسئلة والاستفسارات رح تجاوبنا عليها جيهان إدريس اختصاصية جلدية. لك صباح الخير جيهان. يسعد صباحك. الله يسعدك يا رب، شكرا على استضافتكم اللطيفه. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نحكي بشكل عام عن تقنيه الليزر واستخدامها بازاله الشعر، خصوصا هلا بالمرحله الاخيره صرنا عم نعرف انه عم تدخل هالتقنيه بازاله الشعر بكامل انحاء الجسم، يعني ما عاد بمنطقه معينه. نعم، بالنسبه للليزر هو عباره عن اشعه بتستهدف ماده الميلانين بداخل البصيلات، هاي الأشعة بتأدي لإتلاف البصيلات وبتوقف من البصيلات، يعني بتتلفها تقوم الشعرة بتبطل تطلع. هلا هي الفكرة ما بتبطل تطلع من أول ضربة أو من أول جلسة، من عدد جلسات لما بنحكي عن النتائج كل تجربة مع كل صبية بتختلف. بعض الصبايا بيقولوا لك جيهان إنه نحن استفدنا من ثاني جلسة أو ثالث جلسة، البعض بيقول عملنا ممكن عدد جلسات كامل اللي هو يمكن متعارف عليه 8-9 جلسات، خلينا نعرف شو حقيقة هذا الموضوع وشو هو الشيء اللي بيأثر بالنتائج لحتى تكون نتائج إيجابية وبعدد جلسات أقل. هي الفكرة بصراحة طبيعة جسم بالفكرة والإضافة لنوع الجهاز، هلأ نوع الجهاز كتير بيلعب دور. خلينا نوضح أكثر طبيعة الجسم اللي هي أكثر قابلية للنتائج الإيجابية كيف بتكون؟ هلأ شو نوع الأجهزة كمان اللي هي أفضل من غيرها؟ هلأ بالنسبة لطبيعة الجسم إنه تكون البشرة بيضة والشعرة سودة، هدول الناس هن اللي بتأثر أكثر عليهم الليزر، لأنه الليزر مثل ما حكينا إنه بيستهدف الأشعة تبعه بتستهدف الميلانين، يعني وقت تكون الشعرة سودة بتستهدفها أكثر. هلأ في ناس بتكون طبيعة شعرتهم على بني، على أشقر، على أحمر، على أبيض. طبعا الأبيض أبدا ما بيستفيد، يعني أنا دائما بقول لهم للصبايا وللستات الكبار شوي بالعمر دائما لحقوا حالكم قبل ما يصير سن الأربعينات، لأنه بما صرنا بالأربعينات والخمسينات تبلش شعرها تبيض، إذا بيضت الشعرة ما رح تستفيد أبدا، لأنه هو الليزر بيستهدف مادة الميلانين، وقت بيستهدف الميلانين بيتلف البصيلة. مشان هيك هذا السبب إنه في ناس تستفيد ناس ما بتستفيد، ناس بشرتها بتكون سمرة والشعرة عندهم بتلاقيها فاتحة ورقيقة صعبة شوي. هلا هي الفكرة إنه نحن وقت بنضرب الليزر للناس اللي بيكونوا سمر أحيانا بيروحوا بيقولون طاقة فكرا إنه عشان يستفيدوا، بالعكس بيحرقوهم لأنه هنا بتكون جلدهم فيه ميلانين، بيقوم الليزر بيستهدف الشعرة والجلد، هي هاي الفكرة. فبصير عندهم بقع. لكن يعني دائما أنا بنصح الصبايا ما تروحوا تعملوا ليزر وين ما كان، في صالون، في مكان، أي مكان، يعني لازم يستشيروا الطبيب المسؤول. هلأ ليه الطبيب ما رح يضرب ليزر؟ أكيد بتكون في أخصائية، بس قبل ما تشوف الأخصائية شوف الطبيب، هو اللي بيقرر لك الطاقة، بيقرر لك شو لون بشرتك. عشان هيك كل وحدة، في ناس بيروحوا على راسهم ما بيعرفوا، يعني ما بيستشيروا حدا، أو بتروحي مثل ما قلت لك على صالون بيكون حاطط جهاز ليزر، المهم حدا يشتغل يعني عليه، يعني بقوم بنفوت بهي المتاهات يعني. أكيد. بالنسبة لنوع الأجهزة، هلا في عنا أجهزة كتير، هلا كل الأجهزة ليزر، بس بتجي حسب بقى نوع الجهاز. هلا بالنهاية هو ليزر، يعني بالنهاية حتستفيدي، بس عدد الجلسات بيلعب معك دور، بما تعملي 6 بما تعملي 8. بصراحة عنا هون الأجهزة عنا ببلدنا يعني شوي ضعيفة، يعني بدك أقل شيء بين 8 وال 12، أحيانا توصل معك لل 16. هلا في أماكن معينة بالبشرة أو بالجسم الشعر تبعها بيكون وبري، هو أسود بس وبري، يعني وقت تضربي شعر وجهك بتحسي ما بيستفيد مثل شعر إيدك، يعني شعر ايدك بيستفيد اكثر من شعر وجهك، بصير بدك بس عدد جلسات اكثر، انت بالنهايه حتستفيدي. طيب خلينا نحكي عن تفصيله معينه، في كثير صبايا بيقولوا انا عملت ليزر وبعد فتره رجعت مره ثانيه طلع الشعر ولا كاني عملت شيء، حتى لو كانت مستوفيه كل الوقت المناسب، شو السبب؟ وهل اللي بتشي يعني بتستفيد منه بيعطيها نتيجه ايجابيه ممكن يظهر بعد سنه او سنتين، او لا هي خلاص ارتاحت دائما من احنا عندنا بصيله وفي عندنا شعره وفي عندنا شعيره دمويه عم تضخ على هي البصيله وتقويها، يعني احنا اذا تركنا هذا الموضوع لمده سنه او سنتين بترجع هي البصيله بتحيا.
مشان هيك نحن بنقول لهم وقت بتضربوا ليزر لازم بعد ما نحن خلصنا جلساتنا نعمل جلسه رتوش كل 6 شهور لانه جلسه حتى لو ما في شعر. نحن بنضرب بصيله بتكون هي قاعده تحت الجلد جوا، انت مالك شايفتيها، انت بتطلعي هيك ما بتشوفي شعر، بس هي بتكون في بصيله عم تعشش يعني عم تحيا، يعني بتكون الشعيره الدمويه عم تقويها. مشان هيك احنا بنقلها للصبيه حتى لو استوفيتي كل جلساتك، حتى لو انت استفدتي، ما تقولي خلاص لا يطلع، احنا لا، بصير بنعمل كل 6 شهور او على الاقل كل سنه جلسه واحده، يعني اللي عمل 8 جلسات او 12 جلسه اكيد جلسه واحده ما راح تضايقه يعني. خلينا نحكي عن الاستخدام الخاطئ جيهان، انت شو هي الاستخدامات اللي شفتيها والاخطاء الشائعه اللي شفتيها عند الصبايا ممكن وصاروا بحاجه لعلاج جلدي بعد عمليه الليزر؟ هلا الاخطاء بسبب انه عدم اتباع التعليمات، يعني احنا قبل ما لازم في عندنا تعليمات قبل الليزر وبعد الليزر. يعني اول شيء بدنا كمان نكون انه نسال المريضه انه انت بتاخذي ريتان؟ ممنوع اللي بياخذوا ريتان انه يضربوا ليزر لانه الريتان بينشف الجسم، واذا ضربتي فوق منه ليزر بتحرقي الجلد. اللي عندهم اكزيما، عندهم صدفيه بالجلد، عندهم تصبغات، ممنوع يضربوا ليزر. هاي الاخطاء اللي الناس ما بتعرفها. ممنوع تكوني عامله برونزاج قبل بيوم وتروحي تضربي ليزر، ممنوع تضربي ليزر وثاني يوم تروحي تعملي برونزاج. هي الاخطاء اللي بتكون شائعه. ممنوع يكون عندك حساسيه وتضربي ليزر، ممنوع يكون عندك حب شباب تضرب فوق الحبه ليزر. هي الفكره. هلا احيانا في عندنا صبايا مثلا بيروحوا بيعملوا هذا كمان السولاريوم، نفس الفكره كمان انك تكوني عامله سولاريوم قبله او بعد الليزر. الفتره لازم تكون بين جلسه أسبوع. السولاريوم اسبوع يعني مسموح؟ ايه مسموح أسبوع. مسموح بس انك انت تريحي البشره يعني. ممكن يصير حرق جيهان طبعاً. إذا عملنا ثاني يوم أو ثالث يوم مباشرة حرق مباشرة. هلا أنت بتكون يعني لكان ليش لازم يكون يضرب لك يكون خبير ويسألك هاي الأسئلة كلها؟ بجد هو ما ذنبه يعني، هي اللي ضربتك ما ذنبه إنه أنت احترقتي، بس هي ذنبه إنه ما سألتك وإنه أنت ما حكيتي إنه أنا من يومين كنت عاملة. ممنوع حتى الحمام التركي أو الحمام المغربي، ممنوع قبل وبعد، يعني لازم فترة أسبوع تريحي البشرة. لأنه إحنا صحيح عم نضرب بالليزر الشعرة أو البصيلة، بس كمان عم يتأثر الجلد. هي طبعا. هي الفكرة. طيب في أنواع من الأدوية، في ناس مثلا تسألون أسئلة أكثر من هي الأسئلة، مثلا نعرف مثلا الصبايا اللي عندهم مبيض متعدد الكيسات ما بيستفيدوا من الجلسات حتى لو كان شعرهم غامق والبشرة مناسبة، فبيقولوا لهم أنه ما تعملوا لأنه ما رح تستفيدوا. يعني أنواع أدوية معينة غير الرتان ولا لا بس هدول المحلزين؟ لا، هي الفكرة أنه إذا عندك متعددة الكيسات أو عندك مشكلة هرمونية، الفكرة أنه لازم تتعالجيها. هلا ما صار شيء هالأيام بالطب إلا ما صار يعني له علاج، عالجي مشكلتك الهرمونيه بعدين تعالي اعملي ليزر، بس انت وعم تعاني من هيك مشكله ممنوع، ما راح تستفيدي فعلا. سالنا يمكن حتى عن استجابه الجلد، قلنا انه البشره يمكن البيضاء اللي بتحمل شعر اسود هي الاكثر استجابه، في حال يمكن تكررت عدد الجلسات لعدد 8 أو 6 وما تم الاستفاده من هذا الموضوع، كيف بيتم التعامل هون جهه؟ هي الفكره مثل ما حكينا انه بيكون في عندها مشكله هرمونيه هون ساعتها، هو يكون شرط اساسي هذا الشيء. طبعا انه تكون عندك مشكله هرمونيه وانت ما بتعرفي، والاخصائيه اللي عم تضرب لك ما سالتك هاي الاسئله، لانه هي هلا يعني اللي بيكونوا اخصائيات بيكونوا اخصائيات يعني مو دارسين هاي المواضيع كلها، لانه احنا بس اخصائيات متعلمين كيف يحملوا القبضه تبع الليزر ويحددوا الطاقه ويشوفوا اللون، بس انه ما سالوك هاي الاسئله. هي الفكره انه عشان هيك احيانا في ناس ما بتستفيد. طب خلينا نحكي عن الفترة الزمنية بين كل جلسة وجلسة، وإذا بتختلف بين الأشخاص وطبيعة ولا لا هي إلى وقت ثابت، وفي ناس مثلا ممكن تبلش تقطع لسبب معين، لما بدها ترجع من أول وجديد تعيد كورس كامل ولا بترجع من محل ما وقفت؟ هلا بين كل جلسة وجلسة أقل شيء شهر، إنه دائما بعد دورتك الشهرية بتروحي بتعملي جلستين. انه اذا قطعتي ورجعتي بلشتي، هي الفكره انت استجابه جسمك. هلا اذا عملتي مثلا 3 جلسات وقطعتي شيء 5 6 شهور اكيد الشعر طلع، بدك ترجعي تردي تبلشي بصراحه مو من اول وجديد، بس يعني بتلاقي هلا الوقت بيطلع الشعر ما بتلاقي طلع بنفس الكثافه. كل اللي ضربوا ليزر بيقولوا لك رجع الشعر، بس الفكره شو الصبايا؟ انه احنا بيكون عندنا 1000 شعره بالايد مضايقينك، وقت بيروحوا ال1000 شعره بيبقى منهم بس 100، هال100 بضايقوكي، لانه خلص انت بتشوفي هدول ال100 يعني، احنا عم نحكي مثلا احيانا بيبقى كم شعره بتطلع في السفيه هون،
لسه فيهم بتجينا الصبية، ليكي لسه هون في، يعني انت كل هدول ما شفتيهم هلا صرت تشوفي هدول، هي هي الفكره بس انه بصيروا الصبايا بطلوا يشوفوا كل اللي كان كثير وصيروا بيشوفوا بس القليل يعني، عشان هيك يعني عدد الجلسات انت بتحكمي عليه مو الاخصائي ولا الطبيب، انت بتصيري انت انا مضايقني بروح بشيل الباقيان، باقيانه هون بروح بطلع. جهان ليش بنشوف هاي الاسعار المتفاوته بين مركز ومركز ثاني؟ احيانا بيكون يمكن بيمتلكوا نفس الجهاز بس هون بنشوف السعر كثير مبالغ فيه وهون كثير قليل، ولا شعور يعني بتحس السيده بتروح للاسعار الغاليه لانه نحن بنحكم دائما على الشيء منيح انه لازم يكون غالي، شو صحه هذا الشيء؟ هلا سبب الاسعار المتفاوته كل مركز هو حر بالسعر اللي بده يحطه، بس في اجهزه فعلا بتكون هي عدد في هلا في اجهزه بتكون على الغاز بتكون مع كل ضربه في بخه غاز، اذا بتنتبهوا في اجهزه هلا جهاز الالكسندرايت او الجهاز الجنتلز مع كل ضربه في ضربه غاز بيكون الاستهلاك يعني انه هي بتكلف اكثر المركز مشان هيك بيغلي السعر انه مشان يخفف عليك وجع. هلا في اجهزه على الجل بتكون تكلفته اقل يعني على المركز كمان مشان هيك بخفف السعر نفس الاستفاده. اما هو بصراحه كله ليزر كله ليزر، يعني انا ما بقدر احكم على جهاز واقول لك هذا احسن من هذا. هلا هي الفكره هو كله ليزر بس عدد الجلسات اللي بتفرق معك. طيب خلينا نحكي كمان عن تفاصيل ثانيه، سيدات الحوامل هل بحق لها انه هي تعمل ليزر او لا؟ بالنسبه للحوامل هلا هي الفكره انه الليزر انه صرنا قد ايه هلا عم نحكي انه الليزر ما بيتعدى طبقه الجلد، يعني الليزر بس بيشتغل على البصيله وعلى الجلد، يعني ما بيتعدى. هلا ناس تقول لك بلكي اثر على الجنين، هو ما بيصل ابدا لا للمشيمه ولا للجنين ولا بيمتص الجلد ولا شيء، هو بس جلد. بس الفكره شو انه يعني هي الحامل تكون خايفه على الجنين وبركي صار له شيء وبركي صار عليه شيء، لا حبيبتي روحي خلصي حملك وارجعي. بس في منهم بيقولوا لك يعني بكون عندنا كثير الشعر قوي، يعني نضل نتحمل الشعر لمده 9 شهور، بترجع هذا الشيء المسؤوليه لك انت للحامل يعني، بس هو ما بياثر يعني لو بياثر على الجنين كان اثر على مخك وقت بتضربي وشك، اثر على عينك، يعني هو ما بتعدى الجلد. بس الفكرة انه هي كمان بتكون هيك اخلاقها ضيقة شوي، انه هي متحملة لسعاته، هو له لسعة خفيفة مثل لسعة كهرباء بسيطة مع كل ضربة، انت متحملة يعني خاف كمان من هذا التشنج اللي بده يصير مع تقلصات بالرحم، وتصير بدها تأجهض او بدها تصير تولد اذا كانت مثلا بالثامن وبالتاسع، مشان هيك نحن بغنى عن هذا الموضوع من الا يفضل انك تخلصي فترة الحمل او تشتغلي الليزر على مسؤوليتك. بترجع لقوة الحامل هي قوة تحملها. يعني جيهان كثير بنسمع عن سيدات ما عاملين سولاريوم ولا ليزرات لكن تعرضوا لحروق، هذا الشيء يمكن ممكن يكون سبب عيار الليزر مثل ما بيقولوا، او شو هو السبب؟ شو هو العيار الصح؟ ليش بعض المراكز بنسمع انه نحن اذا قوينا عيار الليزر ممكن تكون استفاده اكثر؟ خلينا نعرف شو صحه هذا الشيء. هلا بالنسبه اذا قويتي العيار بتصير الاستفاده اكثر، بس بصراحه اذا كانت البشره بيضاء ما رح تحترق قد ما قوي العيار، بس اذا قوي كثير بشكل يعني هلا احنا عندنا عيارات للوجه، عندنا عيار للايدين، عندنا عيار للرجلين، للبكيني، للاندر ارم، كل مكان له عيار معين يعني. هلا سبب الحروقات بصراحه هو بس انه بقوي العيار احيانا بصير الحرق وحرق. ممكن علاجه جهان هذا الحرق؟ هلا هو اول شيء بنبلش احنا مع اللي بتحترق بالتدريج، اول شيء بنعطيها شويه مقشرات، بعدين بنعطيها مغذيات، شيء مقشر شيء مغذي. احيانا اذا كان الحرق قوي بصير بقى مضطر لشيء اسمه ميزو، يعني نحقن له ميزو، نحقن له فيتامين، لانه هو امتص الفيتامين بالجلد، مشان ممكن علاجه بس شوي صعب. ولأنت فيها ترجع تعيد الليزر بعد لا يروح التصبغ؟ اي طبعا طبعا. هلا ترميم الحرق مو جرح، لانه هو الحرق عفوا. طيب كمان حكينا نحن انه بالصيف ما بيصير تعرض لاشعه الشمس، وخصوصا الناس بتروح على المسبح على البحر، وهلا نحن جايين عيد وفي ناس بتكون عم تعمل اساسا ليزر، بيقولوا لك الفتره المفضله هي الشتاء، وفي ناس بتقول لا فيكي تعملي ليزر باي وقت معين بس قبل الجلسه او بعد الجلسه ما تعرضي لاشعه الشمس. خلينا نحكي عن افضل الاوقات. هلا انا ما فيني اقول لك لا شتاء ولا صيف، لانه احيانا نحن عم تضل معنا المريضه 8 شهور 8 جلسات، لانه كل شهر جلسه، يعني بده يجيها شتاء بده يجيها صيف. بس هي المفروض منها انه تتبع التعليمات، يعني احنا اذا هلا الدنيا صيف قبل باسبوع ما تتعرض للشمس وبعد اسبوع. هلا تتعرض للشمس، هلا كلمه شمس انا دائما بقول لهم فتره الذروه الظهر، يعني انه ما تتعرض للشمس مثلا رايحه على شغلك
رايحة على السوق عادي تمرقي بالشمسات الخفيفة يعني، بس إنه ما تعرضي على الشمس ما تروحي تقعدي على البحر تقعدي بالمسبح، هي هي الفكرة إنه ما تتعرضي لأشعة الشمس. أما إذا كثير يعني اضطريتي حتى نظارتك حتى كمامتك إذا كنت عاملة وجهك البسي شيء قطني، لأنه ممنوع بعد جلسات الليزر تلبسي شيء نايلون شيء خشن، لازم شيء ناعم. حتى يعني هلا ما حكينا عن شيء انه بعد جلسه الليزر مفروض مباشره تحطي بانتينول تحطي ميبو تحطي مرطبات للجلد مشان ما يعني احيانا انه انت بساعتها ما ببلش ما ببين معك انك انت محروقه لثاني يوم ثالث يوم، اذا لبستي شيء خشن بتخدشي البشره بعد تحمر وبتعطيكي تصبغ، هو احيانا بيجي لون تصبغ يعني مو ضروري حرق، يعني مو كلمه حرق انه شيء بقبق ويطلع يعني يطلع سوائل من الجلد، بس انه هيك شويه حمام بيعطيكي لون بني بنقول عنه حرق. اكيد بدنا نشكرك جيهان على كل المعلومات اللي قدمتيها. حبيبه قلبي انا كثير استمتعت بالحديث معكم، لقيت الوقت دغري مرق. شكرا لك، بنتمنى كل الصبايا والسيدات يكونوا استفادوا. حبيبه قلبي الله يسعدكم يا رب. شكرا لك.